السلام عليكم، انا عمر محمد ودي بلاي ليست جديده بعنوان ميك. في البلاي ليست دي هنتكلم على الميك يوتيليتي اللي بتيجي مع الجي سي سي تول تشين. طيب انا هبدا بس السيشن ديت بحاجه بسيطه خالص. هنعمل بروجرام بسيط اسمه تيست، عباره عن هيدر فايل تيست دوت اتش وسورس فايل تيست دوت سي. في التيست دوت اتش انا عامل انكلوجن جارد، انكلوجن للهيدر ستدي دوت اتش، عامل بروتوتايب لفانكشن اسمها برنت بتريتيرن فويد وبارامتر ليست فويد. في التست دوت سي انا عملت انكلوجن للهيدر اللي هو التست دوت اتش عشان ده يعتبر ديبندنسي كده، وعملت امبلمنتيشن بتاع البرنت او الديفينيشن بتاعها. هي بتكول فانكشن اسمها بوتس ودي ستاندرد اوتبوت تعمل برنتنج اوت لسترنج عمر محمد. خلاص الخطوه اللي بعد كده ان انا عملت ديفينيشن للمين فانكشن بتاعتي، يعني هي عباره عن سنجل اكتيف ستيتمنت وانها بتكول البرنت فانكشن. لو رحنا كده في السي ام دي، حاليا انا في الدايركتوري اللي الفايلز ديت موجوده فيه. هبتدي ان انا اقول الجي سي سي كومبايلر نخلو الانبوتس او الانبوت فايلز اللي هو السورس تيست دوت سي والهيدر تيست دوت اتش، وعايز الاوتبوت بتاعي يكون اكسكيوتابل تيست دوت اي اكس اي. عملت تيست اي اكس اي نفذ الستيتمنت بتاعتنا. خلينا نعمل بقى ديليت للاكسكيوتابل ده. ايه بقى قصه الميك؟ اللي انا نفذته حاليا ان انا كتبت الكوماند بتاع الجي سي سي ده كده اسمه مانوال بيلد. انا اللي بقول الكومبايلر مانوال بكوماندز عن طريق السي ام دي. طيب لو انا عندي بروجرام الكومبلكسيتي بتاعته اعلى من كده شويه، يعني البيلد بتاعته سو كومبلكس بيحتاج كوماندز كتير، زي ما بيحصل مثلا في الامبيدد سيستمز لما بتيجي تبيلد التارجت زي اي في ار او ارم مثلا، بيبقى عندك اكتر من كوماند واكتر من مرحله للبيلد بروسيس، فبتحتاج تعمل اوتوميشن للعمليه دي. ان انا عايز يوتيليتي تيجي على طول تشوف السورس فايلز والهيدر فايلز وتبتدي انها تعمل البيلد بروسيس وتطلع لي الاكسكيوتابل جاهز، مش كل مره اكتب الكوماندز من اول وجديد. الاوتوميشن ده بتعمله الميك يوتيليتي. الميك يوتيليتي عباره عن بروجرام بيجي يقرا ديسكريبشن او مجموعه من الرولز انت مديها له وبيبتدي ينفذها عشان يخلص البيلد ويطلع لك الاوتبوت فايل او الاكسكيوتابل بتاعك. طيب الديسكريبشن او الرولز دي بتتكتب فين؟ بتتكتب في حاجه اسمها الميك فايل، وده الفايل اللي هنا. actually النيمينج كونفنشن لازم يكون كله small characters او small letters ومفيش spaces وبيكتب بالطريقه دي make file، لان هو الميك يوتيليتي لما بتيجي بتدور في الدايركتري بتاعك على فايل بالنيم ده فما ينفعش تغيره. بعدين هنقول ازاي نغيره ونغير configuration في الميك بحيث ان نسمح بده، بس حاليا كده يعني ايه stick with the default، خليك في الديفولت كيس ان هو اسمه make file بنفس الطريقه دي. بنبتدي بقى نكتب الرولز. طيب الرول عباره عن ايه؟ الرول بتاعتنا عباره عن target، دي الحاجه اللي انا عايز اوصل لها او الهدف بتاع البيلد بروسيس بتاعتي، و بري ريكويزيتس دي حاجات لازم تكون موجوده عشان اقدر اعمل البيلد، و رول كوماندز ودي الانستراكشنز اللي الميك بيبتدي ينفذها. هنعمل حاجه بسيطه دلوقتي وان احنا نعمل اوتوميشن للبيلد بتاع التست دوت اي اكس اي. التارجت بتاع اللي انا عايز اوصل له هو اكسكيوتابل تست دوت اي اكس اي، بعد كده بنعمل كولون نكتب البري ريكويزيتس. والله البري ريكويزيتس بتاعته هي السورس تست دوت سي والهيدر تست دوت اتش، دول بيتسموا برضه بري ريكويزيتس او ديبندنسيز وهنعرف التسميه دي جايه منين كمان شويه. بعد كده بننزل نيو لاين تاب ونكتب الكوماند اللي الميك ينفذه. انا عايزه يقول الجي سي سي كومبايلر ويديله البري ريكويزيت اللي هي تيست دوت سي وتيست دوت اتش از انبوتس، ويطلع لي اوتبوت اسمه تيست دوت اي اكس اي. تقدر اروح في السي ام دي تاني هكتب ميك. لما بكتب ميك فانا كده بعمل انفوك او بعمل كول للميك يوتيليتي، بيجي يدور في الدايركتري بتاعي على الفايل اللي هو اسمه ميك فايل وينفذ الرولز اللي جواه. لو دوست انتر ده اللي حصل بالفعل، هو جه يدور في الدايركتري لقى ميك فايل، دخل جواه لقى سنجل رول بس التارجت بتاعها تيست دوت اي اكس اي، ولقى ان البري ريكويزيتس بتاعته اللي هو تيست دوت سي وتيست دوت اتش دولت موجودين في الدايركتري، فطالما الديبندنسيز تمام ابتدى يعمل اكسكيوشن للكوماند اللي هنا. هو اكشلي كل مره بيعمل ايكو باك او بيعمل برينتنج اوت للكوماند قبل ما ينفذه. ممكن اعمل سايلنسنج للموضوع ده ان انا اعمل الاد. لو عملت سيف وجيت هنا مسحت بس الاكسكيوتابل كلير سكرين، انت كاتب ميك كمان مره
هو نفذ الكوماند ونفذ الرول، ولو عملت دي اي ار هلاقي الاكسكيوتابل بتاعي موجود، بس عمل سايلنسنج للايكو بتاع الكوماند. طيب هنجرب نقول الميك كده كمان مره، هيطلع لي مسج بقى غريبه بيقول لي ميك تيستر اي اكس اي از اب تو ديت. اللي حصل بقى ايه؟ هو ميك بيوفر لنا حاجه زي فيرجن كنترول، فهو بيروح على التارجت اللي هو تيستر اي اكس اي، يشوف البري ريكويزيتس بتاعته، بيشوف اخر بيلد للاكسكيوتابل ده حصل امتى، فبيشوف الديت والتايم بتاعه، وبرده بيشوف الديت والتايم بتاع اخر اديت حصل على البري ريكويزيتس. والله لو لقى ان اخر بيلد احدث من اخر اديت، فوالله انت كده مش محتاج تعمل ريبيلد كمان مره. ليه؟ لان البري ريكويزيتس بتاعتك ما اتعدلتش عشان تعمل ريبيلد. فبيبتدي يطلع لك المسج دي ويقول لك ان تيست دوت اي اكس اي از اب تو ديت. طب عايزين بقى نجرب كده الفاليديتي بتاعه الموضوع ده. في كوماند بسيط اسمه تاتش. تاتش ده كانك عملت اديت، هو اكشلي انت مش بتعدل حاجه بس كانك عملت تاتشنج او اديت على الفايل ده، فبس بتعدل الديت والتايم بتاع اخر اديت حصل عليه. فهنعمل تاتش على الهيدر تيست دوت اتش كده. انا ايه كده؟ انا عملت اديت حديث اهو او جديد على واحد من البري ريكويزيتس. لو عملت كل الميك كمان مره مفروض المره دي يعمل بيلد، وده فعلا اللي بيحصل، بينفذ الكوماند. نفس الكلام لو عملت تاتش على البري ريكويزيتس التاني اللي هو تيست دوت سي، وانت عملت كول للميك برضه هينفذ البيلد او هيعمل ريبيلد، لان هو كده شايف بقى ايه؟ شاف ان الكونديشن بتاع الفاليديتي مش موجود خلاص، لا ده البري ريكويزيتس اتعدلت، فمحتاجين نعمل ريبيلد، وهو ده اللي بيحصل. لو عملنا سي ال اس نروح بقى، ممكن يكون عندي اكتر من رول في نفس الميك فايل. يعني انا هنا هعرف رول بسيطه اسمها هالو، ملهاش بري ريكويزيتس، الكوماند بتاعها انها بتعمل ايكو ليه هلو. لو عملت كنترول اس، خلينا هنا نعمل دل للتست دوت اكس اي، هنبتدي ان احنا نكول الميك. لو عملت كل الميك هلاقيه نفذ اول رول او اشتغل على اول تارجت وساب التارجت اللي هو تست دوت اكس اي. ده ليه؟ لما بيكون عندي اكتر من رول في الميك فايل بيبقى في عندي حاجه اسمها الديفولت رول، وهي بتكون اول واحده. طالما انا ما حددتش للميك يشتغل على انهي تارجت، فهو بيشتغل باي ديفولت على اول تارجت وبيسيب الباقيين. طيب في حاجه برضو ممكن نعملها هنا سايلنسنج ده، عشان مش كل مره يطلع لنا الستيتمنت اللي هي بتاعت ايكو هالو ديت. لو عملنا كل للميك كمان مره خلاص كده عمل سايلنسنج. طيب لو انا عايزه بقى ما ينفذش الهالو اللي هو الديفولت تارجت، انا عايزه يدور او يشتغل على التارجت التاني اللي هو تيست دوت اكس اي، لازم انا اديله اسم التارجت اللي انا عايزه يشتغل عليه، فاقول له ميك سبيس تيست دوت اكس اي. بالفعل هو هيشتغل على التارجت ده وهي اجنور الديفولت تارجت اللي هو اسمه هالو. طيب عايزين نشوف بقى التسلسل بتاع الكوماندز. هو اكشلي بقى الرولز المفروض بيبقى فيه ديبندنسيز ما بينها. يعني مثلا انا عندي هنا التارجت تيست دوت اكس اي، البري ريكويزيتس بتاعته تيست دوت سي وتيست دوت اتش. لو هما مش موجودين فالميك بيعمل ايه؟ بيجنور الرول دي خالص ويروح يدور يشوف هل هو عنده رول تجيب له البري ريكويست ديت ولا لا. والله لو في رول تجيب له التست دوت سي وتست دوت اتش اوكي، بيروح ينفذها الاول وبعد كده يرجع ينفذ دي. فبيمشي كده في تسلسل من الاعتماديه. هنجرب مثلا حاجه، يعني هاجي هنا على هلو مثلا، وهعمل البري ريكويزيتس بتاعها تيست دوت اي اكس اي، وهعمل كنترول اس واروح هنا اعمل ميك. اللي حصل ان هو ايه؟ عمل برينتنج اوت لهلو. بس ليه عمل برينتنج اوت هلو؟ هو شاف البري ريكويزيتس عنده تيست دوت اي اكس اي. اكشلي عشان التست بتاعنا يبقى صح، فاحنا المفروض ندلت نعمل ديليت للتست دوت اي اكس اي، نقول الميك كمان مره. اللي حصل ان هو جه ينفذ الهالو لقى البري ريكويزيتس بتاعته تيست دوت اي اكس اي، ده فايل مش موجود بس في عنده رول اسمها تيست دوت اي اكس اي، فيروح ينفذها يجيب منها الاكسكيوتابل اللي هو البري ريكويزيتس بتاعت هالو ويرجع بعد كده ينفذ هالو. فده كده التسلسل بيمشي حسب الديبندنسي.
فاكشلي هو نفذ دلوقتي test.exe يعني نفذ تاني رول دي الاول وبعد كده نفذ اول رول.